تفرقنا. الطار 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 يا ولدي نار بتحرقنا. هنسيبها ولا نردها ونجوم نجوم نطفيها قبل ما تيجي تحرقنا. أنا بعد العمر ده أنت عاوز تطلعني من البلد بالجلابية اللي عليا؟ أيوه عاوز أطلعك بالجلابية اللي عليك. هنتقابل يوم الموقف العظيم أنا وأنت هنتقابل، وقتها ربنا هيقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هتروح أنت فين يا غلبان؟ أنت هتروح فين يا غلبان؟ اوعاك يا زينة، اوعاك يكون. انا حكيتلك يا بوي ان اللي في بطني ده ولده من صلبه، ومستعدة اروح اكشف وهو كمان يكشف عشان يتأكد. بنتك مش بتاعت حاجات تغضب ربنا،
ولو مش متأكدة ان البطنها واد هارون ما كانتش قالت لك يكشف ويتأكد. سبح حقائب وزارية مرة واحدة. لا تنسوا انه لولا وقوفنا معكم في الانتخابات الرئاسية واصواتنا التي اعطيناها للدكتور ما كان له ان ينجح. طبعا بس احنا مش هنقدر نديكم اكتر من 3 حقائب وزارية. مش قادر اصدق يا احمد، مش قادر اصدق ان امي وافقت ان احنا نحمل الصفوانيه ونسيب بيوتنا وارضنا الهارون وما نعودش الصحه التاني وكمان نديله كل الملايين دي. امك مغصوبه عشان عليا وعشان علاء. انا ما يهمنيش براءتي، ما يهمنيش تظهر براءتي. انا كل اللي يهمني دلوقتي امي. امي ما ينفعش تتكسر ولا تتذل قدام هارون. امي لو عملت كده تبقى ذبحت نفسها بسكينه قدام هارون بيدها. الحمد لله على السلامه هارون. الله يسلم جنابك. تفضل. واحد شكرا. الله. ايه عياد، قهوه هارون بيه المظبوط. مبروك يا هارون انك انهيت مشكله نصره وبنتها وجوزها. الله يبارك في جنابك. بلغني انك طلعت بمكاسب كتيره من ورا الصلح ده. ايه، انا خدت منيها بيوت وارض شعابنا. نصره اتنزلت عنيهم ليا. دول حقي بالزمان، حقي ورجالي. خدت منيها كمان بيتها وارضها، بس دول ما يسويش حاجه يعني. انا نفذت كل اللي طلبته مني جنابك وحليت مشاكلي مع نصره نهائي، وكمان هي هتعمل الصفونيه وكده ابقى ارتحت منيها. أنا مبسوط إنك سمعت الكلام. بس أنا عرفت من الجرانين يعني إن الرئيس هيبدأ تشكيل وزارة جديدة. فعلاً التشكيل لسه في أوله. وجنبك هتبقى وزير طبعاً. لا وزير إيه؟ مش أقل من رئيس وزراء طبعاً. لا أنا ماليش في المناصب يا هارون. البركة فيك أنت. البركة فيا مين؟ ما فهمش. انت مش كان نفسك تبقى وزير ايام النظام السابق وجريت على المساله دي كتير؟ ايوه جنبك تقصد يعني. خلاص يا هارون، دي مكافئتي ليك. انا اخترتك تبقى وزير في الوزاره الجديده. ليه يا علاء؟ ليه سبت امي تعمل اللي عملته؟ ليه ما قلت لهاش اني ما موافقاش؟ قلت لها يا عليا، والله قلت لها، بس في النهايه ده قرارها مش قراري. ليه يا امه؟ ليه فرطت في مالك وبيتك وارضك؟ ده انت شجيانة في كل مليم، جبتيه بطفح الكوطة ياما. ليه يا حبيبتي؟ يا حبيبتي أرجوكي ما تزعليش نفسك، كل حاجة تهون، الفلوس تتعوض، المهم انتي. لكن ما هيتعوضش، هو ذل أمي وكسرت نفسها، ذل هارون لأمي اللي أنا كنت السبب فيه يا علاء. انت ليه مصرة تحملي نفسك ذنب كل حاجة؟ يا عليا انت مالكيش ذنب. لا الذنب ذنبي، الذنب ذنبي، لأن الدكتورة اللي أمي جريت عليا وصرفت عليا سنين عشان أخدها ما نفعتنيش. يوم هارون بعت لي يضحك علي. كفاية تأنيب في نفسك بقى، تعالي نبص لنص الكوباية المليان. أنا عندي ليك أخبار حلوة، المحامي قدم طلب بالإفراج عنك للمحامي العام، يعني إن شاء الله كلها يوم أو اتنين وتاخدي إفراج. وإنت علاء؟ آه إن شاء الله هتحفظ اتهام حسان ليا بالتعذيب مقابل ان انا اتنازل عن اتهامي ليه. كلب الردي. اوعدك بشرفي عليا، ما اخلي هارون يتهنى بالعمل، هدفعه الثمن غالي. وزير هارون؟ وزير يا صفا. مالك يا صافي، مستغربه قوي كده ليه؟ الله، انا مش وعدته قدامك اني هكافئه؟ ايوه يعني تكافئه بحته ارض كبيره بعقود توريدات بالملايين لوزاره من الوزارات، لكن ايه مؤهلاته عشان يبقى وزير؟ يا ستي، ما هو كان هيبقى وزير ايام النظام السابق، ودلوقتي الثورة قامت خلاص. وبعدين هو حد أياميها سأله عن مؤهلاته؟ أنت قلتها، الثورة قامت، والثورة قامت عشان النظام كله يسقط. يا ستي اعتبريه رجل لكل العصور. أنا مش فاهمة مالك يا صفوت، في إيه؟ بس أكيد يعني أنت عندك سبب، وسبب مهم جدا إنك تجيبه وزير. شوف يا صافي، من مصلحة الحزب إن هارون يبقى وزير، مصلحة الحزب ومصلحتنا كلنا. انا نفسي ما عارفاش امي جرالها ايه من ساعه ما رجعت من الشهر العقاري امبارح، وهي عماله تدخل اوضه اوضه، يعني تفتحها تبص فيها وتقفلها وتدخل الاوضه اللي بعدها.
بتودع البيت ومش قادرة تنطق باللي جواها. حبيبتي بتحاول تبان متماسكة قدامي، لكن هي من جواها سكاكين بتقطعها، أنا حاسة بيها. هقول لك إيه بس يا رشيدة، معلش كل حاجة تهون لغاية لما عليا وعلاء يخرجوا من المصيبة اللي هم فيها دي. لا ده هم آخرين ما بطلوش عياط. وأنت المفروض تحاولي تهديهم يا رشيدة. وأنا مين يهديني يا أحمد؟ أنا مين يهديني ويطفي النار اللي جواي؟ أنا مش عارف أعمل لك إيه، لأن أنا نفسي مش عارف هعمل إيه. أنا بعد ما أستقيل من الشغل هنا هنزل اسكندرية أعمل إيه؟ هشتغل إيه؟ هو أنت الجورنال بتاعك ملوش مكتب في اسكندرية؟ لا ليه مكتب في اسكندرية بس المكتب فيه مدير، يعني أنا بعد كل ده هنزل أشتغل محرر تاني، ينفع كده؟ تمام، خربت من كله. ياما يا فضل قلت لها تبعد عن سكة هارون خالص، ما سمعتش الكلام، فضلت تجري وترمح هي ورجالتها لحد ما أخذ منيها كل حاجة، حتى الأرض اللي اشتريتها منينا خدها منها ببلاش، ده غير كمان الفلوس اللي دفعتها له. كانك شمت أنا فين؟ أنا؟ أعوذ بالله، أنا بس صعبان عليا شجع عمرها. وإحنا كسرنا معاها، محدش منينا وقف معاها لما حبسوا بنتها. واحنا كنا هنروح نعمل لها ايه؟ نعمل الواجب، نعمل الصح. بس انا خلاص ما هستناش اكتر من كده. قصدك ايه؟ انا هسافر الصفونية. بتسافر ليه؟ مش انا عامل الواجب اقف مع الحاجة نصر في محنتها دي؟ اذا كان هي جاية اسكندرية ولو يا ام سالم ولو. بالله عليك يا فضل بلاش تسافر، كفاية ولدي هناك. يعني هو مش كنت انا ولا ابقى وزير يا صفيه؟ وهو انت ينفع تبقى وزير؟ منفع ما ينفعش ليه؟ اقل من ابويا في ايه انا؟ كان لازم تقولي لاخوكي ان انا اولى بالوزاره. انا ما جاش في بالي حاجه زي كده، ولا ان صفوه هيختار ابوك يبقى وزير، ده حتى هو ما قاليش، انا عرفت من صفيناز. ما خبرش كيف اخوك يختار ابويا وزير وهو كان متجوز مراته؟ اتفضل يا هارون. اتفضل. شكرا. اتفضل يا باشا. بقول لك ايه؟ اوعاك تجيبي سيره باللي قلته لك لاخوك. ها؟ اتفضل يا وزير. شكرا. مبروك مبروك. الف مبروك يا ابوي. ربنا يبارك فيك. الف مبروك. والله صفوت بيه بر بوعده حقيقي، عرفت تختار للوزاره اخ صفوت. المهم ربنا يوفقه في المنصب الجديد ونشوف انجازاته وكوازير. ان شاء الله يا باشا ان شاء الله. ايه يا صفيه مش هتسمعينا زغروطه ولا ايه؟ من عينيا. مبروك يا هارون. الله يبارك فيك يا صفيه زينب. مبروك يا دكتوره الافراج. الله يبارك فيك يا حبيبتي. مبروك يا بسمه. الله يبارك فيكم. اوعوا تنسوني بعد ما تطلعوا. معقولة ننساكي؟ دي العشرة ما تهونش. ده جميلك فوق راسي العمر كله. ما عاوزاكيش تقلقي، إن شاء الله همسك قضيتك في النبض وهجيب لك حكم مخفف. يا رب، يسمع من بوقك ربنا. ساكتين ليه يا بنات؟ يلا زغرت وارقصوا. يلا يا بسمة يلا يا دكتورة عشان تخلصوا أجراءات. هتوحشوني. توحشيني يا بسمة. أشوف وشكم. توحشيني. سلام عليكم. وحشتيني قوي يا أم العالية. بيتك كريم. توحشت الجو يا فاطمة. توحشتك أنا كمان. توحشتك. توحشتك قوي. يوسف كيفك يا حبيبي؟ انا بخير يا خالتي. المهم احنا كنا زعلانين قوي عليك. البيت نور بيك يا خالة. الحمد لله على السلامة يا دكتور. الف مليون الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا هانم. شكرا. ده مش زيادتك وسلامات يا عيال. هاتوا هانا خد نايمك. هاي متخبطي. تعالي يا هانم فرجي شربات على الجيران. قول لهم الدكتورة.
رجعت بتطبخ من عينيا يا ست الحاج. شفتي البيت نور بيكي كيف؟ ستي ما كانتش بتنام الليل يا خالتي وانتي محبوسه. دي ستي ما كانتش بتبطل بكا يا خالتي. انا كمان ما كنتش ببطل عياط خالص. بسم الله عليكي يا اختي من العياط. دي حتى ستي ما كانت بتاكل ولا تشرب لا هي ولا امي. بقول لكم ايه؟ يعني قفلوا قفلوا ها؟ هي ستكم قالت قفلوا يبقى لازم تقفلوا، محدش بقى يفتح السيره دي تاني خالص. ليه يا مامي؟ ليه سبت الهارون مالك وشجع عمر؟ شجع عمر ايه يا بت انت؟ ده انا عمري كله فدا ضفرك. ويهون عليك يا امه. تسيبي ارضك وبيتك وتهمل الصفوانيه؟ الصفوانيه تهدي اللي همالها. ده انا همل الدنيا كلها. بس اشوفك حاطه رجلك في الارض. يا بيت يا بيت يا بيت بطلي بطلي. ده عمر ولا وبعدين بقى يا علي الموضوع خلص خلاص. طيب يا جماعه احنا هنمشي بقى كده، عليا تعبانه وعايزه ترتاح. كلام اهدي، انتوا هتقعدوا معانا الكام يوم اللي فاضل لنا هنا؟ ايوه يا خالتي احنا اتوحشناكي قوي. ايه يا ابو علي، يا اسكندريه بعيده عن هنا ولا ايه؟ عليا هتبقى معانا على طول بعد اذن حضره الضابط طبعا. يا هانم يا هانم جهزي الغدا، عليا كانها هفتان. انا شبعت وترويت اول لما شفتك. شبعت. طب دينوك انا ما هشبعش واتروي الا مواكل الكلام ده. قلتوا انتوا والله يا حاجه والدكتور رباطك كده الدنيا هو فيه. ما تزغرت يا هانم امال. ها هارون جهزت نفسك للوزاره يا معالي الوزير؟ لا 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 معالي الوزير دي طالعه من حنكه كيف الشعب. لو قلنا يعني ما بقتش رسمي لسه. هانت يا هارون بيه، بكره تبقى رسمي ان شاء الله. ان شاء الله. المهم عايزك تشوف لك شقه في القاهره عشان الجلسات، وهو مش معقولة تقعد في الصفوانية وتغيب عن جلسات المجلس. ما هو دي اللي كنت بفكر فيه يا صفوت بيه. وأكيد الهانم صفناز هانم قالت لك إن أنا عندي فيلا في القاهرة هنا. أنا كنت كتبت لها نصها. دي فيلا الشناوي بيه. قصدك إيه موضوع الفيلا ده؟ أنا بقول يعني أشتري نصيب صفناز هانم. معقولة يا هارون؟ وانا اللي فاكرك هتتنازل عن نصيبك في الفيلا لصفناز حلاوتنا بقيت وزير. اه طبعا 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 يا صفوت بيه، فاتتك كيف الحكايه دي يا ابوي. ايوه 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 صح عندك حاجه. خلاص يا باشا انا هشتري فيلا صغيره كده هقعد فيها. انما بالحاج قول لجنابك ليه اخترتوا اغلب الوزراء مش من الجماعه؟ ريح حمدان، انت عايز الراي العام يقول علينا ايه؟ كوشنا على كل حاجه في البلد. انتوا لسه هتكوشوا يا باشا؟ ايه؟ لا قصدي يعني العفو زلت لسانك. حاسب على كلامك يا هارون، انت بقيت وزير وكل كلمه محسوبه عليك. هو هارون شرط عليك يا امه نرحل معاك السكندريه انا كمان؟ لا في اللي يخصك انت هارون ما شرطش حاجه. الشروط عليا انا. انا اللي شرط عليا نسيب ارضي واسيب ناسي واسيب بيتي وارحل من صفونيه كده يا مولانا كما خلقتني. أنا السبب يما، أنا اللي سيبتك مالك وبيتك وأرضك. مالك أنت؟ أنت مالكيش صالح. الأرض دي أرض ربنا، إحنا ماشيين من أرض ربنا لأرض ربنا، والبيوت بيوت الآخرة. الكرسي ده أنا هموت وغيري هيقعد عليه، والدولاب ده أنا هموت وغيري هيحط فيه حاجته. عمر السرير ده أطول من عمر البني آدم، يبقى ما مستهلاش ما مستهلاش يا عالية. أنا عاوزاكي تبقي فرحانة كده وحمد ربنا إنك في وسطينا في حضن أمك وفي وسط أهلك وناسك. تسوى قليل ده يا علي؟ تسوى قليل؟ لا ياما تسوى كتير، والضربة اللي ما تموتش تقوي. اسم الله عليكي، أنا عاوزاكي بعون الله قوية وزينة وحلوة كده ومتفرفشة. يلا قومي لجوزك روحي معاه. لا ياما هقعد معاكي. تقعدي معايا في إيه؟ الراجل مستنيكي بقاله كد كده، ويوم ما تطلع من السجن تقعد ببط امك. قوم يا بيت، قوم بيت الليله دي معاه وتعالي الصبح. ليله دي قوم يا بيت الليله دي تعالي الصبح، عيب عليك وبحرام حتى. حاضر يا ام. يحضر لك الخير يا بيت، افرحي كده وافتحي لها جام. عن اذنك يا حبيبتي. اذنك معاكي يا حبيبتي. يا بنت زقتك دي زقتك دي زقتك دي ده في وسط اهلك وناس زقتك يا زقتك حزقتك. سلام سلام يا حبيبي. تسلمي من كل ردي.
يا عالية، ده انت البصة في وشك بالدنيا، فلوسك وأرضك وذهبك، يا رب ما تحرم حد من عيله أبدا أبدا أبدا. آه، إيه رأيك في الفيلا يا حمدان؟ بسم الله ما شاء الله، زينة قوي الفيلا دي يا أبوي. صاحبها عايز يبيعها كده بعفشها عشان يهاجر برا مصر، ما عجبوش حكم الإخوان، أصله سايق تقيل وكبير قوي وخايف على فلوسه. بالك يا أبوي، ناس كتير ما عجبهاش إن مرسي بيجي ريس. يشربوا في البحر. المهم الحكاية دي جات لنا بمصلحة كبيرة قوي. أيوة يا أبوي، أيوة. مين كان يصدق إنك بقيت وزير؟ بسم الله ما شاء الله. يعني أنت فرحان يا حمدان؟ فرحان؟ دي محتاجة سؤال يا أبوي. طب أقول لك إيه، أنا عايزك تكلم نسيبك أبو اليوسف ده، ها؟ تطرع على الحديد وسوخ، يديك منصب، يديك مثلا محافظ، رئيس مدينة مثلا. لا، هو قال لك فيها أبوه. يعني إيه؟ عاوزنا أركز في التجارة. ومار، ومار يا والدي، ما يضرش، زين. استني، اللي أنا مستغرب له يا حمدان، هو ليه صفت أبو اليسر رشحنا بكوزير؟ يا أبوي، هو مش كان وعدك بمكافأة زينة؟ أيوه، يعني كان ممكن يديني أي حاجة ليه وكنت هبقى راضي. أكيد فيه سبب تاني أنا ما قدرش أعرفه، ولو سألته ما هيجاوبنيش. صفوة أبو اليسر ده ما يعملش حاجة كده لوجه الله. مهم إنك بقيت وزير. بقيت وزير، وزير يا أبوي. الوزارة دي مغارة علي بابا، هتلم منها ملايين كتير. أيوه. إن شاء الله يا ولدي، إن شاء الله. خلاص؟ هتمشي وتسيبنا يا أستاذ أحمد؟ ربنا وحده اللي يعلم انتوا هتوحشوني قد ايه. وربنا برضك يعلم انك هتوحشنا اكتر. انا بس عايزكم ما تقطعوش الاتصال بيا. وطبعا اداره الجريده عينت مدير الجديد للمكتب هنا، واكيد هتصل بيه عشان اوصيه عليكم. احنا ما عارفينش هنقدر نناجي المكتب كيف انت مش موجود فيه يا استاذ احمد. تغيير سنه الحياه يا ناصر. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم وبركاته. الفنانيه، طب يا جماعه بعد اذنكم سيبونا بس شويه. حاضر، نستأذن. مالك يا نيل؟ في ايه؟ ما تحمليش وتمشي يا حبيبي. هو انا في بس ايه بيني وبينك يا بنت الناس عشان اسيبك ولا ما اسيبكيش؟ ما اقدرش استغنى عنك يا حبيبي. مستعد اخد فلوسي كلها اللي مشغلها عند حمدان واديها لك تعمل مشروع اللي انت عاوزه. مستعده كمان امنك على حياتي ومالي، وانا عارفه انك كذبه. ومستعده كمان نتجوزوا في السر اذا كنت عاوز. ووعدك عمري ما هزعلك ولا هقول لك كلمه تضايقك. أنا آسف يا هنيه، مش حاضر. شوف وشك بخير. مبروك الفيلا الجديدة يا هارون. الله يبارك في جنابك. اتفضل يا باشا، خلينا نرد حاجة من زمايلك علينا. يا راجل زمايل إيه؟ ده احنا اهل ونسايب. يا صفوت بيه افضالك دي هتفضل في رقبتنا العمر كله. يا ريت يا هارون بيه لما تبقى وزير ما تتكبرش علينا. معاش ولا كان يا هاني، جنابك تأمريني وانا اقول لك شبيكي لبيك. امال صفناس هانم ما جتش تتردى معانا ليه يا باشا؟ لا بس عندها شغل مهم. هذا الله في العون. عايزك تركز في المرحلة الجاية يا هارون. عايز في كل حواراتك تتكلم عن مشروع النهضة. المشروع ده فيه خير كتير قوي لمصر. إن شاء الله يا باشا. أيوة ده، خلي الدنيا كلها تعرف بالخبر الزين ده. ساعتين وهيتم إعلان تشكيل الوزارة الجديدة. مبروك.
الله يبارك فيك. على بركة الله، مبروك. الله يبارك فيك. أحمد سحب ورق العيال من المدرسة، إن شاء الله هيقدم لهم في اسكندرية. لميتوا حاجتكم وجهزتوا شنطكم خلاص؟ لسه شنط العيال، عاوزين يشلموا حاجتهم. لميها أنت. مستعجل عليه يما. الأبعد وشه مكشوف، بدل ما ياجي ويرملنا حاجتنا قدام الناس وناقصين الجرس وفضايل. حاضر يما. أبقى أكتب لك أسامي الناس الغلابة اللي هتفرجوا عليهم عفش البيت. القهوة يا حج. متوحشوا قهوتك يا هان. خلاص هتمشي وتسيبينا يا حج. عشتي معانا قد ما عشتي يا هان، ما شفناش منك غير كل خير. يا بالحاج ما هيتك ماشية كأنك معانا. ربنا ما يحرمنيش منيكم، انا ما عايزاش فلوس ولا عايزكمش تمشوا. خلاص يا هانم، امي ما نقصاش، اتكلي على الله. اللي ما كسرنا بخاطرها وهي بتشتغل عندينا، نكسر بخاطرها واحنا مفارقين. يا رب عوض عليها وعلينا. يا زينة بالزغرث ليه؟ هارون بيجي وزير. وزير ايه يا مرة يا مهفوف انت؟ الخبر لسه زي عينه في التلفزيون. معقولة دي؟ وليه مش معقول يا بوي؟ هو مش نسيب صفوة واليوسف اهو جحا ولم لحم دارو. سدي سدي بطل زغرين. اسد ليه يا بوي؟ بلاش افرح لابو ولدي. هذه الليلة السودة احنا ما قادرينش عليه، وهو لسه ما بقاش وزير. امال لما يبقوا وزير هيعمل فينا ايه؟ هيفرح ويزقطط، واحنا كمان هنفرح ونزقطط معاه. لما يردني ولدي هيبقى ابوه وزير، وانا مرات الوزير. بقيت وزير كمان؟ بقيت وزير يا عروس؟ معقولة دي؟ أنا لو كانوا حلفولي على المية تجمد ما كنت أصدق. يعني خلصت؟ قفلت خلاص؟ لا ما خلصتش. أنا عارفة لساه ما خلصتش. السلام عليكم. ما شاء الله. ألف مبروك يا رمي. الله يبارك فيك. نورت الوزارة يا فندم. شكرا. يا حمدان ولدي، أي وقت يجي في الوزارة يدخل طوال. تحت أمرك يا فندم. طيب مش تعرفونا بنفسيكم؟ أنا مدام أشجان، السكرتيرة الخاصة بحضرتك. نعم. وأنا الدكتور سماح أبو اليزيد، مدير مكتب حضرتك. يا مرحبا يا مرحبا. معاك دكتورة في إيه؟ في المشاريع الصغيرة وكيفية تأمينها لتقليل البطالة وزيادة دخل القوم. تمام. والقضاء. تمام. هنتكلم وبعدين. أشجان هانم، يا ريت تطلب لنا 2 قهوة مظبوط. تحت أمرك يا فندم، بعد إذنك. شكرا. بعد إذن حضرتك يا فندم. تفضل. تفضل يا أستاذ. تفضل. شكرينا رجالة. يا سلام. يا سلام يا حمدان. يمين بالله ما انا مصدق. ايه ده؟ انا مش مصدق والله، خايف اكون بحلم. هو مين سامعك يا ابوي؟ عارف يا حمدان يا ولدي، انا عشت طول عمري احلم بكرسي الوزاره دي، وتهيألي اني ما حطلوش واثق لحد ما يأست.
هو جاني الكرسي لحتى عندي دلوك من غير ما اطلبه. ايوه بس برضك يا ابوي ربنا يخلي نسيبي الاخ صفوة ابو اليسر. ايوه امال ايه؟ عارف جوازتك من اخت صفوة ابو اليسر دي؟ عمت علينا بالخير يا ولدي. اسمع حمدان، انا عايزك يا ولدي تثبت في الجوازه دي. شكرا. خلاص مسافر يا ابوي؟ بكره ان شاء الله يا محمود. نفسي قوي اقول لك تعالى معايا بس انا عارف كويس انه ما ينفعش عشان امك وستك. المهم اطمني عليك اول ما توصل اسكندريه. اكيد ان شاء الله. بقول لك ايه يا ابوي؟ ما تقولش حاجه يا محمود. انا عارف كويس قوي انت عايز تطلب مني ايه من اول ما افرجه عن بسمه. يعني انت موافق يا ابوي؟ بص يا ممدوح، انا هحترم اختيارك. انت كبرت دلوقتي وبقيت راجل ومش هتدخل في اختياراتك خالص. بس اللي عايز اطلبه منك حاجه واحده بس. عايزك تشتغل الاول وتكون نفسك وبعدين تبقى تفكر في موضوع الارتباط. حاضر يا ابو. عايزك كمان تخلي معاك المبلغ ده. هو يعني مش كبير بس اكيد هينفع. لا يا ابوي، خلي فلوسك معاك. انت اكيد هتحتاج للفلوس دي لحد ما تلاقي شغل جديد في اسكندريه. خلاص يا نصرة، خلاص جه اليوم اللي عمرك ما فكرت فيه ولا كان يخطر لك على بال. خلاص طردتي من الصفونية، ما تعوديش تاني وتحملي بيتك يا نصرة، بيتك اللي اتولدت فيه، اتجوزتي فيه، وخلفتي، عشت مع كل حبايبي كل ليكي. خلاص شجرة اتقلعت من تشد دراهم. قولوا ايه؟ قول عمر ربنا ونفس. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. الظلم ساعة مهما طللوا، والحق باكي يا خلق لي ساعة، واللي يطاطي يظنوا يا ويلو، لا يدوك هنا ولا قبره أي ساعة. وكيف نسيب العمر يسرقنا، وكيف وقفنا لبعض الوحدة، لو نبقى صحبة مين يفرقنا، دي الأرض وحدة والسماء وحدة. أمشي البركة الكون بزبيبه، بكرة الربيع هيزيح ويعدي، يرحل معاه ناس ومحاسيبه، والورد يطرح تاني تاني وينادي. مال الزمان ما نملش معامله، ونسيب ايدينا على الخدود بايتة، كل العذاب في طريقنا هنشيله، والراحة تبقى في العيون بايتة.
طمنا عليك كده يا نصرة، عاوزة تقطعي بينا، حد يعمل عملة كده؟ معلش معلش معلش، تحملي أرضك وناسك وتنقل على بلد تانية مرة واحدة كده؟ معلش، كلها بلاد الله، صلى على النبي. ماما إن شاء الله ترجع يا ستي، إن شاء الله ترجع، ربنا ما يرضاش بالظلم أبدا، ربنا ما يرضاش بالظلم يا ستي، هترجع أنا متوكدة. هترجع يا بسمة، أنت عقلة بعد هالك زعلانة منك يا ناس، زعلانة منك تو. لا معلش معلش، ما تزعليش، حقك علي، حقك علي، حقه كلكم علي، كلكم حقكم علي. كان يتيمت وابويا مات النهارده يا حاج. اسمعي عليك، حسك في الدنيا في في بيستعجلوك يا ست الحاج، كربانين علي كده ولا كده ماشيين. خديني معاكي ومش هكلفك الا لقمتي. اسم الله عليكي، الهي ما يحكمها على حد ابدا بسيبان بلد ومطر. سايق عليك النبي، خديني معاك يا حاج. صلى على النبي. امال بقولهم كيف؟ اسمعوا، اللغه نصيب وفضتلكم الخير والعافيه. يا نهار ما بلو شمس ولا ظلم، الارض تحتك غدر ومزلة، يا محملين خلدتنا وعزلنا، رحل ولكن لسه ما زلنا، يا محملين خلدتنا وعزلنا، رحل ولكن لسه ما زلنا، ساكن التراب واحضن مطارحنا، من وين نروح شايلين منازلنا، ساكن التراب واحضن مطارحنا، من وين نروح شايلين منازلنا، يا هل ترى روحا بلا رجع ولا سمانا يا بشر سما، يا هل ترى روحا بلا رجع ولا سمانا يا بشر سما، صوت الانين والقصة في حلوبنا، لا بخطرنا ما جرين ولا بشوبنا، هو خلاص يا نصر خلاص، حكايتك مع هارون خلصت على كده؟ لا ما خلصتش، لا لسه، اللي عند ربنا كتير احنا ما نعرفوش. والورد يطرح تاني